في الحقيقة دي المشاهد التي بين يدي تشير إلى أن اليمين جاهز لتظاهرة مضادة وفيها نوع من العنف قليلا. يعني هنالك في ريشوليتسيون من المتظاهرين اليمينيين من صعد فوق الإشارات الضوئية، وهذا نادر حدوثه في تلك المناطق. بكل حال من الأحوال 2500 طبيب اجتمعوا وساروا في مسيرة وهم ضد نتنياهو وحكومته. 2500 طبيب يعني القطاع الطبي، دعوة المحامين كذلك. أهم الـ ما يحدث أنه بالتزامن مع مواجهة شارع مقابل شارع الليلة، وهو ما بدأنا نراه، هنالك اقتراح من الاستدروت بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية سنة ونصف. على الفور اجتمع لبيد مع رئيس الاستدروت بارتافيد ووافق عليه، لكن الليكود سار على رفضه رفضا باتا وقال انه لا يقبل ذلك. يضاف اليه ان المسيره التي يدعو الى اليمين استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض وطالب الدعم من المحايدين، ومن ردود الفعل التي تثبت بان الوصول أن الأمور وصلت إلى منتهاها. تصريحات اللواء جايتسور دينا يدعو إلى اعتقال نتنياهو وحظر حزب الليكود، اعتبار حزب الليكود خارج عن القانون. إلى هذه الدرجة وصل. طبعا اليوم كل طرف يبحث بين يديه عن آخر سلاح ممكن أن يرميه قبل الاصطدام الكبير الذي يحدث في الساعات القادمة وبعدها التصويت. تصريحات نتنياهو قبل قليل قال قلبي جيد، يعني أنه مش مريض، وقال أنا سألتحق بزملائي في الكنيسة لأجل التصويت على التعديلات القضائية. إذا نتنياهو ماضٍ حتى النهاية في هذا الأمر مهما تمزق الرداء الإسرائيلي من حوله، والنقابات بدأت تتحرك ونشاهد نتابع بالفعل. بداية التظاهرات المعارضة لنتنياهو أخذت طابع جديد. الصور أصبحت لديكم أنهم ينصبون خياما، يعني سيمكثون فترة طويلة قد تمتد أسابيع أو وهنا أشهر.